بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء جديد في مقاربات، فأهلا بكم وسهلا. يعتبر المتصوفة أن التجربة الروحية الشخصية الذاتية هي أساس المعرفة الدينية الحقيقية، وفي حين ينشغل المتكلمون والفقهاء بقضايا سياسية واجتماعية وينخرطون في إنتاج معرفة مؤسسية، يلوذ المتصوفة بتجاربهم الروحية التي تحاول استعادة تجربة النبوة ذاتها في إطار تاويلي للشريعة النبوية. وبعبارة أخرى، يسعى الصوفي من خلال التجربة إلى محاولة التواصل مع مصدر المعرفة بدلا من الانشغال بنصوص الشريعة التي مزقت الاختلافات المذهبية دلالاتها المختلفة. تستمر المقاربات في حلقة جديدة حول التصوف، الفلسفة والمنهج، مع الباحث والمهتم بقضايا التصوف والمهتم كذلك بالدراسات الاجتماعية والفلسفية، الأستاذ حسن غفاري، فأهلا به وبكم. أستاذ حسن، أنا سعيد بحضورك للمرة الثانية في مقاربات، ومرحب بك في حلقة جديدة حول التصوف. مرحب بك، عليكم السلام. في الحلقة الماضية أستاذ حسن، كنا في ختام الحلقة بنتحدث عن أو بنحاول نلملم الفكرة حول العلم الحصولي والعلم الحضوري، خلينا نأخذ إضاءة حول العلم الحضوري لأنه كان في نهاية الحلقة، عشان ندخل بعد ذلك على مفاهيم التصوف المختلفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هذا النوع من المباحث هو من العمق بمكان. التأسيس له يحتاج إلى بحث مسهب في البحث المقدماتي. نعم، لأن البحث المقدماتي بيجعلك تستعرض أنحاء القضية عشان تخلص إلى النتيجة. ومن العيوب المشاهدة الآن في طرق البحث أن كثير من الناس الباحثين وغير الباحثين يستثقلون البحث المقدماتي ويرغبون مباشرة في الهجوم على النتيجة، وهذا خلل كبير جدا في البحث، وبيأثر في العقلية البحثية، وبيأثر في مزاجية الباحث. نعم، لأن البحث المقدماتي هو اللي بيتوفر فيه الكم الكبير من المعلومات والإحداثيات المتعلقة بالشأن. نعم، وبشكل مداخل على أساس الرؤية. نعم، الكلية والرؤية. نعم، الشاملة تبقى. نعم، واضحة بالنسبة للشخص. نعم، المتلقي. نعم، الضرر بيكمن وين؟ بيكمن في الهجوم المباشر على النتيجة، لأنه النتيجة يفترض بطبيعته وبتوصيفه أنها تكون حكمية وأن تكون مختصرة. نعم، فالاختزال والاجتزاء في البحث المقدماتي والهجوم مباشرة على النتيجة بيؤدي إلى أنه بعد ما تظهر النتيجة وتقدم تجد ثاني أسئلة استدراكية حول النتيجة، تجد أنه اللي أنت خفت عليه من ضياع الزمن وعاوز تكسب الزمن في البحث المقدماتي حتستهلك زمن مثله في الأسئلة الاستدراكية اللي بتجي على النتيجة بعدين. ويفترض أنك تضفي البحث المقدماتي حقه. دي نقطة. ثانيا، مبحثنا هنا هو ما على سبيل النقد للتصوف أو بمحتويات النقد، كان دفاعا أو هجوما على بقدر ما هو ما نرى ونلحظ أنه في التعامل الآن المفاهيم مع العلوم سواء كان التصوف أو غير التصوف، بنلاحظ أنه بقى ما في تناول لارتباط هذه العلوم بمبدأ علمي أو بمبدأ معرفي، فمنجد طوال الخوض بيجي بيتم وين؟ بيتم في الحالة الطقوسية. نعم، ومدى موافقتها للعقل أو مدى موافقتها للشرع أو كذا أو كذا. بالضبط. لكن مضمون التصوف أو مضمون العرفان، ارتباطه بالعلم أو ارتباطه بالنظرية المعرفية، نجد أنه الآن المباحث فيه على الأقل على المستوى الإعلامي أو على المستوى الحياتي في مسرح الحياة قليل. الآن تجد إما مدافع وإما مهاجم فقط، والاهتمام بالطقوس والشعائر أكثر من الاهتمام بالمفاهيم والفلسفة والمنهج. بالضبط. يمكن إحنا ظل قصدناه الآن. بالضبط. إنه إحنا نمهل لملف. نعم، التصوف بالدخول للمفاهيم. نعم، والمصطلحات والفلسفة العامة. ولذلك إحنا بدينا عشان المسألة دي بدينا نناقش مفهوم العلم
تراتبية العلم، وأكدنا وأثبتنا أن هذا العلم له حقيقة واحدة، لكن مراتبه مشككة، فلكل مرتبة من مراتبه عندها أدوات التحصيلية. فالعلم الابتدائي أدوات التحصيلية المتعارف عليها عند العقلاء واللي ذكر القرآن هي الأدوات الحسية المرتبطة بالجوارح، الحواس. نعم نعم، وهي السمع والأبصار والأفئدة، وأثبت لها القرآن علم. لكن القرآن نفسه يعود ويسلب صفة العلم من هذه الأدوات. هذا ليس من باب التناوض، بل من باب أن هذه الأدوات تدرك في مرتبتها وفي مستواها الإدراكي، وأحيانا يحصل لها حجم. نعم. والنوع أدوات العلم الحصولي الحجم بيحصل لها إما لخلل فيها هي كأداة، أو لخلل في الوسيط الناقل للمادة، سواء كان الوسيط الناقل للسمع أو الوسيط الناقل للبصر أو الوسيط الناقل للإدراك الابتدائي اللي هو قد يحدث خلل في في مرتبة أخرى من مراتب العلم. لا بد أن يظهر، لأن عملية الإدراك هي عملية معقدة وليست بسيطة، وبالتالي الدليل عليها ومحاولة استدلالها لا بد أن يكون دليل مركب، ما دليل بسيط. نعم. ينتقل القرآن معنا إلى منحى إدراكي آخر وإلى أدوات للمعرفة أخرى أشار إليها بالتقوى. والتقوى بين قوسين هي ملكة تزيد وتنقص. وبالعلم الحسي أو بالحواس هذه الملكة لا علاقة لها بالتحصيل العلمي من حيث كينونة الملكة نفسها، ما عندها علاقة بالتحصيل، ما عندها ارتباط مباشر بالحواس. أي نعم. بالتحصيل العلمي ما عندها ارتباط مباشر بالحواس، نعم، لكن بالتحصيل العلمي ما هي العلاقة بين التقوى والتحصيل العلمي؟ بالعلم الحصول المرتبط بالحواس لا نستطيع أن نبيث. لكن القرآن أثبت أن للتقوى علم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو علم، علم يفصل يفرق به بين شيئين أو يفصل بين شيئين، وبلحاظ الحق والباطل يعني. هذه الملكة تأتي من ماذا؟ تأتي من تقوى. بالنقل المباشر إلى التقوى ثم ارتباط التقوى بمسائل حسية ومادية أخرى، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج قد يكون مادي وقد يكون معنوي. نعم. كويس. وبالتقوى ربط أيضا الرزق، إنه إذا حصلت التقوى يترتب عليها رزق، يترتب عليها علم. الرابط بين هذه التقوى ومنتوجاتها بيحتاج إلى تدقيق من نوع آخر ما بيتأتى في العلم الحصولي هناك. أيضا هناك قلنا إنه من العيوب اللي قد تطرأ على العلم أو على المعرفة عموما من الحصول، إنه عيب يطرأ في الوسيط أو عيب يطرأ في الأداء أو عيب يطرأ في الظرف الموضوعي، فيحصل خلل في الموضوع. أيضا العلم الذي يتأتى عن طريق التقوى، لأن التقوى أيضا هي مرتبطة بأنماط ثلاثة، إما هي تقوى ناتجة من خوف من الرب الجليل الجبار المتكبر القهار ومن عذاباته، وإما تقوى لها ارتباط بالله الجميل المنعم الكريم صفاته الجمالية طمعا في عطاياه، وإما تقوى تأتي نتيجة لإحساس داخلي ويقيني بأنه هذا الجليل الجبار المتكبر الجميل الكريم هو أهلا للعبادة، من حيث هو بصرف النظر عن الجنة والنار ومواد العقاب ومواد الجزاء الأخروي. طيب أي تقوى من هذه الشاكلة بتنتج علم قد يختلف عن العلم الآخر. طيب في التقوى هل هذه المعرفة التي تتأتى عن التقوى هل لها حجب تحجبها؟ القرآن يشير نعم إنه لها حجب، كما هناك حجب في العلم الحصولي هي الخلل الذي قد يطرأ على الأداء أو على الوسيط أو على الظرف الموضوعي.
طيب ما هو الخلل الذي يؤثر في عملية المعرفة والعلم عن طريق التقوى؟ عن طريق التقوى. القرآن يشير بوضوح هي الذنوب المعاصي والمعاصي والشرك والكفر بتراتبيته. هذه التراتبية في من الخطأ إلى الذنب إلى الشرك إلى الكفر تنتج حجب عن المعرفة. ودرجات هي التراتبية دي نفسها ونفس نعم. وهذه التراتبية تقود في النهاية إلى أنه في منتج علمي في منتج معرفي في حاجب قد يحجب. انظر نعم ومن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا الجزاء مش كده؟ نعم. هذا الجزاء المترتب من جنس الفعل لهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما الذي ليس من جنس الفعل هو الذي سيأتي بعد ولكنه ناتج عنه. أولئك طبع فيما بعد يقول أولئك طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم ماذا؟ الغافلون. نتج عن الكفر غفلة وطبع على القلب وعلى السمع وعلى الأبصار اللي قبيل هي أدوات من أدوات المعرفة. شوف الكفر هنا حجب. وكذلك هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لاحظ هنا الناتج اللي ترتب على عملية الكفر أو على عملية العصيان أو على عملية الإفساد أو على عملية تقطيع الأرحام تلاحظ أنه ليس له علاقة بجنس الفعل. وبالتالي ينتج هنا بتجي حواجب تحجب المعرفة المتلقى عن طريق التقوى. وكما قلنا أن التقوى درجات، العلم المترتب عليها والمعرفة المترتبة عليها تكون درجات أيضا. طيب يعني معلش المقاطعة، لكن الآن ورد في الآيات برضو ذكر أدوات لها علاقة بالعلم الحصولي، فهل السمع والأبصار والأفئدة يعني تشترك فيما يتعلق بالعلم الحصولي والعلم الحضوري؟ يعني هل هي مرتبطة فعلا بالتقوى كذلك؟ ما إذا دل قبيل ذكرناه القفز على الأشياء هي المسائل دي. بعد البداية في الحلقة الفاتت قلنا إنه المسائل دي تكاملية. الفصل بيناتها ده في الذهن فقط، ولأنه هو الآن هو الواقع نحن الآن بنفصلها كما الواقع، لكن في نهاية المبحث بنجد إنه المسائل دي كلها مترابطة مع بعض. أدوات المعرفة دي كلها مترابطة مع بعض، لأنه المتصوفة أو العرفانيين عندهم بعدين نظرية تظهر لنا اسمها نظرية التسخير المسخر. اللي هي الأدوات دي كيف تسخر عن طريق النفس التقية الورعة، كيف تسخر لها الأدوات دي وكيف تسخر للنفس العادية وكيف تسخر للنفس العاصية عشان تحدث الفريق فيما يتعلق بتلقي المعرفة، أو تحدث الفرق الحقيقي في تلقي المعرفة بين المعرفة دي والمعرفة دي والمعرفة دي. إذا كانت التقوى تنتج علم، طيب الخطوة الثانية بعد التقوى ما الناتج بعد العلم الذي تنتج التقوى؟ هي دي الخطوة الأولى في العلم الحضوري. لأنه في الآيات النافية للعلم عن الحواس وعن الأدوات الأولى هي في نفس الوقت تثبت لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شوف الغافلون دي دائما بتجي في غفلة. طيب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أبصار أو فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعني القلوب دي يفترض إنها في الأصل تعقل، لكن حصل الحاجب الذي منع عنها العقل. تجي الآية المثبتة في القرآن نفسه اللي هي وما كذب الفؤاد ما رأى، أثبت رؤية للفؤاد. طيب رؤية الفؤاد دي، الرؤية بالفؤاد، أنت عارف أنه مدار التصوف والعرفان كله يدور حول رؤية الفؤاد دي بعد ما يثبتها. رؤية الفؤاد هي رؤية يصاحب المتصوف دائما. هذه الآية بيقولوا أنه للإنسان أربع أعين، عينان يرى بهم أمر دينه ودنياه، يعالج بهم أمر دينه ودنياه،
وعينان يرى بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فيرى بهم، وإذا أراد غير ذلك تركه على ما هو عليه. يشوف بعينين الدنيا دي يشوف بعينين الدنيا. طيب، رؤية القلب تحدث العلم الحضوري مباشرة. العلم الحضوري نفسه بيترتب عليه زي ما قلنا في الحلقة الفاتت يقين، كذلك العلم الحصولي يترتب عليه يقين، لكن في فرق بين اليقين المترتب عن العلم الحصولي واليقين المترتب عن العلم اليقيني. طيب، هل الأنبياء فقط أو الأنبياء وأماثل الناس والصلحاء هم من أدوات المعرفة عندهم فقط منحصرة في العلم الحضوري، أم هي أيضا شاملة للعلم الحصولي؟ هي أيضا شاملة للعلم الحصولي مع العلم الحضوري. طيب، فاليقين المترتب عن العلم الحصولي بنضعه أيضا بين قوسين وبنقول إنه اليقين المترتب على العلم الحصولي قد تعتريه الغفلة وقد يعتريه الخطأ نتيجة للتشويش في الوسيط أو تشويش في الملكة المدركة أو تشويش في الأداء. ونقدر نقول عليه يقين يعني رغم المشكلات الموجودة في الودي؟ لا، ما هو بعدك بيجي يقين كيف، لاحظ بتجي الغفلة هنا ده وحمست ليه. أما الشيء الثاني يتخلف عن الأثر المترتب عليه، ويتخلف الأثر المترتب عليه عنه، ده في اليقين الصادر عن العلم الحصولي. أما اليقين المترتب عن العلم الحضوري لا يعتريه الخطأ البتة، ولا يتخلف عن الأثر لا يتخلف عن الأثر المترتب عليه البتة، والأثر المترتب عليه لا يتخلف عنه البتة، وتدركه النفس بجميع قواها المدركة حتى يصير المدرك جزء من كينونة النفس ذاته، فبالتالي لا يغيب عنها. المثال لذلك مهم جدا جدا. طيب، نعم، القرآن يخبرنا عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مش كده؟ هذا الخبر إيماننا به إيمان يقيني، كل المؤمنين بهذه الشريعة مؤمنين إن الذين يأكلون في بطون يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن هل اليقين المترتب عن هذا الإخبار حتى وإن كان المخبر هو الله عز وجل، هل اليقين ذا كان حائل دون أن يأكل البعض؟ والبعض هنا ما البعض الموجود، إنما البعض عبر التاريخ عبر الجنس الإنساني ظل البعض يأكل أموال اليتامى ظلما. هل علم اليقين ذا حال دون ارتكابه للخطأ ذا؟ أكيد لا. لا، لكن نفس هذا الرجل آكل مال اليتيم ظلما، لو جيته وقلت له يا أخي بأصبعك العاردة أدخل في مصدر الطاقة مصدر الكهرباء، أيفعل ذلك؟ لن يفعل. جيب له كوب فيه سائل فيه سم، يقول له تفضل أشرب، والسائل ده فيه سم، يتجرأ؟ لا. الذي منع ماذا؟ الذي منع إدخال الأصبع في مصدر الكهرباء في مصدر الطاقة، والذي منع تجرع السم ماذا؟ هو العلم اليقيني عن الأثر المترتب على الفعل. هو يعلم علم اليقين أن الأثر المترتب على تجرع السم ماذا؟ الهلاك. الأثر المترتب على وضع الإصبع في مصدر الطاقة والهلاك. ثم ضف على اليقين على الأثر المترتب على ذلك هي فورية حدوث الأثر. هناك في إخبار اليقين جاي عن طريق إخبار، وهنا اليقين جاي عن طريق تجربة متكررة. إخبار، وهناك اليقين المتولد فيه إمهال، يعني في الغالب قد من يأكل أموال اليتامى ظلما قد ينزل الله عليه العذاب فورا، لكن العادة جرت أنه فيه إمهال. هذا الإمهال يدعو النفس إلى التراخي، ويدعو النفس عن الغفلة عن الدليل، وهي اعتقدته وآمنت به واستيقنته. هنا العلم اليقين القطعي اللي ترتب على الأثر المترتب على الفعل حاضر دائما في الذهن، لا يتخلف، ولذلك هو لا يتجرأ إلا على ولذلك إذا سألته ليه أنت ما بتعمل كده بيقول لك ليه أنا مجنون،
أنا مجنون معناها إنه أنا عاقل. نعم. طيب لما أكلت مال اليتيم هناك أين كان العقل؟ ومن هنا بيجي التقريب في مفهومنا نحن للعصمة وعصمة الأنبياء عليهم السلام وارتباطها بالعلم. فالنبي للتقريب يعلم الأثر المترتب على الذنب يقينا كعلمنا نحن بالأثر المترتب على تجرع السم أو على التجربة الماثلة. أي نعم. فهو علمه ده فبيجعل إنه لا يرتكب، وهناك غفلة الآخر تجعل إنه يرتكب. نعم. طيب، وعند ذلك يأتي في مقا عند النبوة عند المتكلم إنه من نهايات النبوة الكمالية العصمة، بينما عند العرفاني من بدايات العروج الكمالي للنبي هو العصمة. العصمة تكون بداية العروج الكمالي للنبي. نعم. وهنا بيجي التصور العام للشخصية النبوية عند العرفاني أو عند المتكلم أو عند العقلاني. فإذا كانت العصمة هي بدايات السلوك الرقي الكمالي، لأن الرقي الكمالي للأنبياء غير متناهي، لأن الكمالات الإلهية لا متناهية. نعم. فهو في سير كمالي ترقي مستمر 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 مستمر، بدايته بتبدأ بالعصمة. فده بيوضح لك الفرق بين لنا. طيب، يترتب على ذلك مباشرة في العلم الحضوري والعلم الحصولي إنه نظرة في الكليات الأمور، نجل القرآن وننظر إلى مصدريته المعرفية ومصدريته العقائدية. هذا القرآن دائم الخطاب إنه له ما وراء. هذا ما وراء إما ما وراء في الحرف الموجود بين الدفتين، أو هو ما وراء للحقيقة القرآنية ككل الموجودة بين الدفتين. نعم. استجلال المعنى أو منبعية صادرة صدر منها القرآن في عالم من العوالم. نعم. المعرفية. فالقرآن دائم الربط بين القرآن وبين الكتاب، بين القرآن وبين الكتاب. ولعله بعدين لما تجي أنت في الثنائيات المرتبة نأخذ بالتفصيل ثنائية القرآن والكتاب. نعم، عشان نفصل الكتاب حاجة والقرآن حاجة. والقرآن حاجة. ونوري الرابط مرجع، ونوري هل المس يكون للقرآن أم يكون للكتاب. نعم. أم يكون للاثنين معا، ومن هو الماس الذي يصلح أن يمس الكتاب والذي يصلح أن يمس القرآن، ومن هو الذي يجمع بين آيات القرآن، ليس الجمع الترتيبي حسب الصور. نعم. إنما في القرآن زي ما قلنا عند المفسرين عندهم حاجة اسمها التفسير القرآني بالقرآن، لكن عند المتصوفة داخل تفسير القرآن بالقرآن عندهم مبدأ اسمه مبدأ المجاوزة بين الآيات. والمجاوزة بين الآيات هي اللي تؤدي إلى تفتيق المعاني في الآيات الآفاق، لأن آيات الأحكام أحكمت. نعم. وبقت توقيفية. نعم. نعم. آيات الآفاق هي آيات مفتوحة، وتفتيق المعاني فيها بيتم بالمجاوزة. والمجاوزة عند العرفانيين بتبدأ من مجاوزة الآيات على مستوى البخرة والمحاية في التداوي الجسدي إلى مستوى التأمل في المطلق. يبدأ من مستوى مجاوزة الآية بعنصر طبيعي آخر، سواء كان جزر شجرة أو كده أو ورقة أو حاجة لأنه هذه المسائل لها بعدين في الترتيب العلمي لها وجود في بعدين في نظرية التأثير والمؤثرات. نعم. طيب، أنا أقف هنا نأخذ فاصل قصير، نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث حول العصمة وبدايتها. نعم. عند العرفانيين، والتفصيل كذلك فيما يتعلق بالمجاوزة في آيات القرآن الكريم. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم مرة أخرى لمواصلة الحديث مع الأستاذ حسن قفاري في حلقة التصوف المنهج والفلسفة. مرحبا بكم من جديد، نحن في مقاربات مع الأستاذ حسن قفاري في ملف تجليات التصوف في السودان في حلقة عن المنهج والفلسفة في التصوف. أستاذ حسن، قبل الفاصل كنت بتتحدث عن تراتيبية في القرآن وتعامل العرفانيين مع القرآن الكريم بيختلف عن تعامل المتكلمين أو غيرهم من الناس اللي بيتعاملوا مع القرآن الكريم، وغادنا الحديث ده غادنا له المدخل عن العصمة عند الأنبياء، وإنه العرفاني بيعدها أول مراتب الترقي في الكمال الإنساني.
نعم، لأنه العرفاني هو بينظر إلى الغدوة وأن الشخص الأنموذج فينظر له بإطلاق. فالبعد المعرفي عنده للأنبياء عموما وللرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص هو بعد معرفي لا متناهي. صحيح له أفق في الرؤية عند كل مستوى من الناس، عندهم أفق يستطيع أن يروا من خلال الشخصية جزء من الشخصية النبوية المقابلة للأفق، ليس كل الشخصية النبوية. فالشخصية النبوية عند العرفان هي إمداد طويل المدى بمعنى الخارج عن الإطار الزمان والمكان، هي جزء من تجلي الصفات الإلهية، وهي مظهر تجلي الصفات الإلهية في صورة الأسماء. المفهوم ده غير متاح أو غير هو موجود عند المتكلمين وموجود عند غيره، لكن غير متاح بأبعاده المعرفية بالشكل ده، لأنه أساسا هو ما مجال الخوض عندهم أبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم الكمالية أو أبعاد الإنسان عموما الكمالية. هو بيتعامل في حدود الظاهرة الاجتماعية التفاعلية، وبالتالي هو ما مطالب أنه يبحث أبعد من ذلك. الكمال العرفاني لأنه أصلا دي قضيته، اللي هي كيف يترقى الإنسان من المادة إلى ما فوق المادة إلى ما وراء المادة إلى أن يصل درجة القرب الإلهي التي تؤهل أن يكون عبدا لله خالصا. طبعا دي غاية من الغايات عنده، وبالتالي هو بيسعى إلى الكشف عن مراقي الكمال في النفس الإنسانية واستعداداتها لذلك. فلما يجي لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن دائما نأخذها هي كالمثال الدائم، ما بيحصره في الملكات وفي استعداداته التي ظهرت للناس خلال حياته المحدودة اللي هي امتدت إلى 63 سنة. عند العرفاني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت قبل وظهرت للناس وللحواس وللعالمين وللخبر وللتاريخ في خلال 63 سنة، وهي كانت قبل موجودة لها آثار التي تضفيها على الكون من خلال إثبات من خلال أخذهم بنظرية اسمها نظرية وساطة الفيض، أن هذا الإنسان كان موجود قبل ولادته الطبيعية وهو أيضا موجود بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى الشريف. الحالة دي خاصة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بس ولا يمكن أن تصدق على البشر؟ هي قمة تجليها تكون في المصطفى، لكن أماثل الناس يأتوا. فالحياة ممتدة، ولذلك هم لا ينظروا إلى الموت بأنه يساوي العدم أو نهاية الحياة. نعم، أو نهاية الحياة. فالموت هو حياة ولكن لها تفاعلية أخرى تستفيد منها الحياة دي بنوع من الظلال التي تظلل بها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعرفي لا يمكن حصره في القرآن إطلاقا، ولا يمكن أن نقول إن القرآن يحوي الأبعاد المعرفية للرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن بكل ما فيه هو جزء من البعد المعرفي للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث صحيح بيقول أوتيت القرآن ومثله معه. المثلية دي أيشني؟ ماذا تعني المثلية؟ يعني القرآن كيان قائم بذاته في شيء آخر، صحيح قد يكون من صنخه لكن شيء آخر. والقرآن نفسه في آياته بيثبت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أبعاد معرفية أكبر من القرآن وأبعد منه وأوسع، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنزل الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ماذا؟ الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. لاحظ علاقة الروح دي بالدراية بالإدراك. ما كنت تدري ما الكتاب، الروح دي مرتبطة بالإدراك، مرتبطة بالعلم، مرتبطة بالمعرفة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب هذا الروح التي تهدي وهذا الإنزال للكتاب والحكمة ماذا يعني؟ يعني أن الأبعاد المعرفية والأبعاد العلمية لهذه الشخصية المنتقى المصطفى هي أبعاد مرتبطة مباشرة بالصفات الإلهية لا متناهية، ليس بمعنى أنها هي جزء من كينونة الذات، لكن هي بطبيعة الحال وبواقع الحال هي أظهر مجال تجلي الصفات، لأن الصفات تظهر صفات الحق عز وجل، تظهر خالقته وتظهر مخلوقية الآخرين. وأعظم مجال خالقته تظهر في ماذا؟ في أعظم خلقه. وأعظم خلقه تجسد في الشخص الذي يؤمن به الناس أنه الرسول الخاتم في 63 سنة اللي عاشه، ولكن حقيقته هي أبعد من 63 سنة قبلا وبعدا. البحث فيما قبل أنا ما حريص وقاضعك يعني كثيرا، لكن يعني بعض الوقفات، يعني البحث فيما قبل 63 سنة وفيما بعد 63 سنة، الحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يظهر للناس وبعد ما انتقل للرفيق الأعلى، أدوات ووسائل البحث متاحة لمنه؟ نعم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نستلف من السادة المتصوفة أسلوب المزاوجة بين الآيات، لنضع هذه الآية وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مقدمة أولى، ونضع مقدمة ثانية نقول كما أرسل فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ضعها مقدمة ثانية، أنزل هناك تلقي من الله عز وجل. المتلقي الأول كان منه مصطفى صلى الله عليه وسلم، دي الآية الأولى. الآية الثانية صار هو يلقي رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية دي أشبه بالعملية الحسابية، والآيتين دي لما يتوضعا مع بعض بيشكل حالة مفتاحية لمدى معرفي يتسع على اتساع العقول المدركة له. إذن التلقي منه صلى الله عليه وسلم إما بالمباشرة، والتلقي المباشر فيه الحجية التشريعية، حجية التشريع. وهناك التلقي غير المباشر، التلقي غير المباشر ليس له حجية تشريع. ولذلك إذا رأى الرائي الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم الرؤيا وقال له افعل أو لا تفعل، هذا الكلام لا يثبت حجية على الآخر، ولا يثبت وليس له علاقة بالتشريع البتة. وظهوره في عالم الرؤيا هو ظهور لترقي النفس الإنسانية في عالم الكمالات، ليس لإنزال أحكام. إنزال الأحكام خلاص قلنا آيات الأحكام صارت توقيفية وانتهى أمرها، وصارت والأمر التشريعي ما محتاج لأي إضافة. لكن الترقيات الكمالية والنظرة في آفاق الكون والنظرة في علاقة الترابط الكوني، بعدين لما نجي في نظرية الترابط الكوني وإنه الكون ده عبارة عن رابطة تساهمية كبيرة، بيجي بعدك إنه آيات الآفاق دي آيات ما منتهية المعاني. طيب دي التلقي بيتم فيها كيف؟ ما بيتم عبر مدارج. هذه المدارج بيجوا في ناس بيتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كويس؟ التلقي ده بيجي على حسب الاستعدادات. في حياته كان يخص بعض الصحابة بأسرار، ويخص هذا بشيء ويخص هذا بشيء ويخص هذا بشيء، خص سلمان بكذا وخص حذيفة بكذا وخص فلان بكذا وخص. التشريع لم يخص به أحد، هو للعموم. لكن ما يليق بالنفس في ترقيها يخص به. عند السادة الشافعية في
في علم الأصول ما يسمونه بالحجة الخاصة. هم أو في باب الفقه عموما الذي عندنا من وسائل ثبوت رؤية هلال رمضان وهلال شوال أن يشوفوه اثنين عشان يثبت ويبقوا حجة على الآخرين. طيب إذا رأى الهلال شخص واحد يصلح أن يكون حجة على الآخرين؟ طيب الشخص الذي رأى الهلال رؤية الهلال حجة عليه ولا حجة عليه؟ طبعا. إذن يصوم ولا لا يفطر بناء على الرؤية ولا لا يفطر؟ يصوم ويفطر بناء على رؤيته لأنه هو شاف، لكن رؤيته دي ما حجة على الآخرين يأخذوه. دائرة شنو؟ دائرة ذكرناه في الحلقة الأولى، الثبوت والإثبات، دائرة إثبات هنا. الأمر دائرة إثبات، تنزيل المفاهيم إلى مصادق يحتاج إلى إثبات. المفاهيم في حد ذاتها هي محتاجة إلى حالة من الثبوت، والثبوت هو أعلى درجة في الوثاقة من الإثبات. لكن لأنه الإنسان بطبعه متنازع بالغرائز ومتنازع بأهواء النفس، بيحتاج في الحالة المصداقية إلى إنها تثبت له ثبوت غير الذي ثبتته المفاهيم. طيب فإذا كان النبي يلقن في حياته وبعد حياته حتى في عالم الرؤية، وفي تعريف المتصوفة للمجرد ودهنا الحتة دي دقيقة جدا وفي نفس الوقت تنطوي على خطورة، إن المتصوفة بيتعاملوا مع المجسم والمجرد تعامل شوية كده، ده بيحتاج إلى دقة. فتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم جسدا مع الأجساد الحول من الصحابة ومن غيره يختلف عن تعامله وهو عندما ارتفع إلى الرفيق الأعلى وبقى في برزخ الشريف، بقى عنده تعامل آخر. فالتجرد اللي حصل في البرزخ، لأنه الحال الإنسان في البرزخ هو وجود متجرد، هل يمكن أن يتجرد الإنسان في الدنيا؟ مباحث الفلسفة تقول لا، وحتى المباحث العقلية عند المتكلمين تقول لا يمكن أن يتجرد الإنسان، إلا العرفانيين قالوا يمكن أن يتجرد. كيف؟ إذا تحقق بالعبادة يمكن أن يتجرد بأن يكون جسم بين لكن ليس له خصائص الأجسام، ليس له خصائص الأجسام، لا يفنى ولا لا 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 يفنى لكن ليس له خصائص الأجسام في الحركة، يفنى الجسم إلى فناء كويس، لكن ليس له خصائص الأجسام في الحركة. فالجسم إذا تحرك من مكان يستحيل أن يكون في المكان ده وهو في مكان آخر، يعني لازم أن يكون. لكن للمتصوف قول آخر، هذا القول مبرهن عليه عندهم وله برهان، وبرهانه يطول لأنه يحتاج في ترتيب المقدمات إلى مقدمتين، وكل مقدمة بتحتاج إلى تفريع من المقدمات قد لا يسع. لكن نحن نأخذ النتيجة هنا، نهجم فيها هجوم غير علمي، لكن نهجم إلى النتيجة إن نقول إنه الإنسان عند المتصوف يحصل فيه تجرد، والتجرد ده قد يؤدي إلى إنه يشاهد شخص واحد في عدة أماكن. في الفهم العام بيقولوا دي كرامة، لكن للمتصوف قول في إنه المجردات ما لا ما خاصة بالأشياء المحسوسة. فأنا الآن الكلمة أو الجملة أو الفكرة قد تكون في ذهني صح، وقد أنقلها إلى ذهنك وتكون قاعدة في الاثنين معا، وقد أسطر في كتاب وتبقى قاعدة في ذهني وذهنك وكتاب، وقد تشيع بين الناس وتبقى في آن واحد في أذهان الجميع. فالحركة عند المتصوفة هي تبدأ بحركة بيسموها هم حركة التجافي، إنه إذا الإنسان وجد في مكان يستحيل أن يكون في مكانه، ودي حركة الأجسام العامة. لكن حركة التجرد هي يمكن أن يتحركوها ويكون الجسم في عدة أماكن ويكون الشخص واحد. وعلى سبيل الكرامة
انا ما عايز اذكر الاسماء، لكن من الامثله الشائعه عند الناس والثبوت وبيتعاملوا معها تعامل الكرامات، هي ما ينقل عن الشيخ احمد الطيب ود البشير انه لبى 40 دعوه في ان واحد. هي ناتج الاستبعاد لعمليه الحركه دي بينتج استنكار الرافض لها أو تعامل القابل لها بأسلوب الكرامة، وهو غير ناظر إلى مسألة التجرد في عالم الدنيا كيف يتم. طيب، وده الهجوم على النتيجة دي قد قد غدير بك المشاهدة. نعم، لا ما أنا أحتاج إلى 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 ثبوت ولا إثبات في هذه الحالة. هي تحتاج إلى هي الثبوت موجود. الثبوت موجود أن المجردات يمكن أن تتجلى في عدة أماكن. حتى في قانون الفلسفة العام في الصفات المتجلية أنها يمكن أن تتجلى في عدة أماكن وهي تكون صفة واحدة. طيب تنزيل المسألة دي إلى حالة مصداقية على الجسد هو المحتاج إلى إثبات. نعم. أدوات الإثبات هي اللي بيثبت بها كل شيء. مثلا أنا عايز أثبت أن الحديث ده صحيح ولا ما صحيح، والله بقول ده رواه فلان وفلان وفلان، ده رواه ده رواية أحد، ده رواية متواترة، ده رواه جمع. طيب بعد ده أنا ما رغبت أنه أصدقه، قد لا أصدقه لأنه لا يترتب عليه حكم. ولذلك في معنى دقيق جدا جدا أنه لما نجوا يفسروا الأمر الخارق للعادة قالوا هو أمر خارق للعادة، ومثلوه على ثلاثة تمثيلات. التمثيل الأول أن يكون معجزة لنبي، لاحظ. نعم. والمعجزة للنبي محتاجة دائما إلى تحدي، مقابلة يكون في تحدي. نعم. ومطلوبة في ذاته، قد يطلب النبي وقد يطلب المتحدي، فيأتي التأييد لله للنبي عن طريق ثبوت المعجزة. نفس ما يحدث للنبي من معجزات في صورته قد يحدث لشخص من غير الأنبياء، لكن يسمى بين قوسين كرامة. والكرامة تختلف عن المعجزة بأن الكرامة ليس بالضرورة أن تكون مصحوبة بتحدي، وليس بالضرورة أن تطلب. قد يكون في تحدي في كرامة، لكن الكرامة إثبات الكرامة لا ينتج عنه إثبات تشريع. فمن باب تنزل الكرامات، تنزل المعجزات إلى الكرامات، يحدث ذلك في عالم المجردات، في عالم المجسمات. حركة التجلي وحركة التجافي في الدنيا نجدها، في البرزخ نجدها بصورة أكثر وضوحا، لأن البرزخ هو انتقال الجسم من الحالة المادية إلى الحالة المجردة، لكن العالم البرزخ لا يخلو تماما من المادة، توجد به بعض آثار المادة. لأن حالة التعارف في الحالة البرزخية ما بين الموجود في البرزخ والموجود في الدنيا هي متوفرة، لأنه في البرزخ يعرف في الدنيا، والقناة الواصلة من البرزخ إلى الدنيا هي قناة واصلة من هناك إلى هنا، في الغالب العام مغلقة من هنا إلى هناك، إلا إذا انتقلت أنت إلى العالم ذاك اللي هو بالموت الطبيعي. لكن عند البعض أصحاب البصيرة الكاشفة بعد ذلك قد يحصل له الاتصال بالبرزخ وهو يظل في الدنيا. القناة مفتوحة يعني، القناة من جهتين. لا، مفتوحة مع بعض اللحاظ ومع بعض الملاحظات من هنا إلى هناك، مفتوحة من هناك. ولذلك يأتي التمثيل دائما في الحديث، في الأحاديث الشريفة وفي غيرها من التصاوير، إنه دائما تمثل الأفعال السيئة والأفعال الجميلة، الأفعال السيئة والأفعال الجميلة تمثل دائما بكائنات. هذا الموت يمثل بكبش، الكذب يمثل بكلب، هكذا. هذا التمثيل للكائنات هو غير أنه الغرض منه تقريبا المعنى، الغرض منه عدم خلو عالم البرزخ من الحالة المادية البتة. يوجد في عالم البرزخ أثر من آثار المادة، المادة تنتفي تماما عند خلوص الروح تماما عن هذا العالم. وين؟ في الآخرة، وعند بسط الصراط، عند كذا. هنا يصبح الأمر أمر المادة تماما. لكن في عالم البرزخ، في عالم الدنيا، للمادة تشكل حقيقي في عالم الدنيا، لها جزء من تشكل في عالم الآخرة. فبالتالي يحدث
التجرد ويحدث التجلي في عند الأجسام وعند عند الأجساد. فتواصله صلى الله عليه وسلم مع البعض أو مع الكل على سبيل الرؤية أو على سبيل الرؤية التي إذا ثبتت عبر المنام وثبت بالحديث الصحيح أنها تثبت يقظة، وثبوت في حال اليقظة ما هو إن لم يكن لتلقي وترقي كمالي، إن لم تكن هي الرؤية نفسها هي عبارة عن خطوة للرقي، فما بالك ما سيأتي من ما بعد الرؤية التي قد تتجسد ويرى يقظة، كما ثبت في الحديث إنه من رآني مناما رآني يقظة. طيب، فرؤية مناما ورؤية يقظة بتؤدي إلى أنه تتنزل المعارف دي. طيب، لا بد من استعداد. الاستعداد يقابل المتصوف بأنه لا، هناك وارد وهناك قابل. الوارد لا بد أن يجد قابل، القابل هو السطح الذي يرد عليه الوارد. إذا كان في السطح ده استعداد، هذا السطح يمكن أن يستخلص ويذهب ويترقى في عالم الكمال. ولذلك وضع المتصوفة لهم أنماط تربوية وسلوكية، وتبدأ من حالة الزهد العام والتمسك بالشرائع وبالنوافل والالتزام الحرفي بها والالتزام الوظيفي بها والالتزام الطقوسي بها، ثم إضفاء حالة من الإخلاص القلبي على هذه المسائل، ثم بعد ذلك يأتي مراحل السلوك. هم في سلوك السالك إلى الله قالوا أن هناك 4 أسفار معنوية لا بد للسالك أن يسلكها، 3 تخص كل الناس، والسفر الرابع يخص خاصة من الناس هم السادة الأنبياء. يبدأ بالسفر الأول، والسفر الأول عند المتصوفة والعرفانيين هو يبدأ بالسفر من عالم الخلق الذي هو نحن فيه إلى عالم الحق بواسطة الحق. السفر من الخلق إلى الحق بالحق بواسطة الحق. آي، هذا السفر تكون فيه بدايات السلوك الأولى، نهايته أين؟ نهاية الحق. تكون فيه بدايات السلوك الأولى وتظهر فيه مظاهر الصلاح الأولى ومظاهر القربة الأولى، إلى أن يصل إلى نهاية هذا السفر. ولهذا السفر مقامات. نعم، أجيب في المقامات دي. أنا أدركني الوقت كالعادة، طبعا اقطعنا في قمة الاتصال، نحن حناخد حلقة أخرى إن شاء الله تعالى عشان نشوف فيها المقامات دي كلها ونتواصل فيها، لأنه لحد الآن نحن لم نبتدر الحديث حول مصطلح التصوف المفهوم، ما زلنا في المقدمات. نسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ حسن. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. في كتابه القيم نظرات في التصوف الإسلامي يقول الشيخ عبد المحمود الحفيان: يخطي الباحثين من يحاكم التصوف الإسلامي باعتباره التصوف العرفي السائد في مجتمعات اليوم، ذلك لأن الأعراف التي علقت بالتصوف من جراء تفاعله مع البيئات المختلفة أعراف متباينة، منها أعراف لا تتعارض مع شريعة الإسلام، ومنها أعراف لا تجد لها في شريعة الإسلام موقعا، مما يلزم منه أن تنشط البحوث والدراسات الخاصة بتنقية التصوف الإسلامي مما شابه من آثار البيئة خلال حركته في المجتمعات، بدلا من رفض التصوف جملة وتصنيفه ضمن دائرة معوقات المد الإسلامي والحركات الهدامة للبناء الإسلامي. تحياتي وفريق عمل المقاربات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.